أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يسأل عن وضع الأشجار وكذلك البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت، وهذه العادة يقول منتشرة عندنا وفي بلدنا. هذا بدعة، هذا بدعة ولا تجوز، ولا يوضع على الميت شجر، ولا يغرس عليه شجر، ولا يوضع عليه برسيم، ولا يوضع عليه شيء، إنما يدعى له، المسلم يدعى له بالدعاء ويتصدق عنه، هذا الذي ينفع الميت. أما وضع الخضار والبرسيم والشجر على قبره فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غرس جريدة رطبة على قبر أو على قبرين، وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، ولو كان سنة لعمله الصحابة رضي الله عنهم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم، وهو الذي أطلعه الله على أن القبرين يعذبان. أما نحن فلا ندري عما في القبرين، وليس لنا أن نضع شيء عليهما وندعي أن ذلك يخفف عنهما العذاب. نعم.